لكن رح نروح لأول فقرات صباحنا لليوم، وضمن مساحتنا الطبية حنروح لنحكي عن الأمراض النسائية اللي بتختلف من أنثى لأخرى. واليوم رح نخصص حديثنا لنحكي عن عنق الرحم وأمراضه، ولنكون أكثر على معرفة ودراية بأسباب وعلاج هذا المرض حيكون معنا الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير يا دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الفل. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور صباح أكرم. النور. خلينا نبلش ونحكي، يعني دائما عنا هيك مساحة خاصة معك بنحكي فيها عن كتير تفاصيل وأسئلة شائعة وأخطاء يمكن الناس بتمارسها من دون ما تعرف. خلينا نبلش بأمراض عنق الرحم بالعموم، شو أبرز وأشيع الأمراض اللي عم بتصادف حضرتك بالعيادة؟ تماما سيدتي. هلأ بده يمرق معنا يمكن 4 تعابير بخلال موضوعنا هلأ حلقتنا، يلي هو موضوع التهابات عنق الرحم، موضوع بوليبات عنق الرحم، وتقرحات تقرح عنق الرحم. يعني هدول كتير كتير مهمين، والآخر شيء يلي هو سرطان عنق الرحم يلي هو جدا مهم لسبب أنه هو السرطان الثاني اللي يصيب النساء بعد سرطان الثدي. فجدا الموضوع مهم، بتشكركم على اختياركم له. هلأ لما بدنا نحكي نحن أهم آفات عنق الرحم أهم آفات عنق الرحم هي نرجع للوظيفة تبعيته. هو عنق الرحم هو عبارة بتشبيه بسيط، هو الجزء السفلي من الرحم، له دور وقت عملية الولادة الطبيعية، أثناء الحياة العادية لما بيكون في حمول وعند البنت بيكون له دور شوي بالمفرزات يلي الطبيعية يلي بتطلع بالمنطقة، هو جزء من هالآلية هاي. هلأ لما بنجي نقول نحن في عنا صار التهابات موجودة بعنق الرحم، منقول السبب نحن انه ليش بتصير هاي الالتهابات. بدنا نرجع لنقطه مهمه كثير، انه نحن عندنا جراثيم طبيعيه وممرضه موجوده بالمنطقه هي اسمها الفلورا، تمام. هلا هي بتعيش بتوازن طبيعي بين بعضها، وبدرجه حموضه بي اش تقريبا منقول حوالي 5. هلا لما بصير اي تغير بهي المنظومه، وهلأ مننتبه نحن لإلها على الشكل التالي، شو اللي بيغيرها أكتر شيء؟ الأوقات الحالة النفسية الشديدة اللي بتلعب دور بتغيير التوازن الحامضي هاد، أوقات المجهود العضلي الشديد، بعض أنواع الأدوية خاصة الأنتيبايوتكس مضادات الحيوية اللي بتتاخد بشكل عشوائي يلي تؤدي بقى أنه يظهر في عنا فطور ممرضة. هي موجودة الفطور بشكل طبيعي، ولكن بقى بتطغى على الجراثيم المفيدة يلي بتحافظ مثل ما قلنا على الحموضة اللي حكينا عنها والوظيفة السليمة والمفرزات السليمة. فلذلك هلأ منلاقي هون بيصير في عنا كتير أنواع التهابات، خاصة التهابات فطرية، التهابات جرثومية، في التهابات تجي من إلا STD يعني transmitted by sex يعني تنتقل عن طريق العلاقات، هي طبعا إلا درجة خطورة عالية، السبب أنه ممكن تعمل التصاقات أو انسدار جوا الأنابيب منفوت بحالة عقم. فلذلك هلأ منلاحظ أنه من كلمة الالتهابات هلأ بتتذكر انتانات الموجودة بالمنطقة بعنق الرحم على الخصوص، هي رح تمرق معنا كتير. الموضوع الشيء الثاني اللي قلنا بده يمرق معنا اللي هو موضوع البوليبات بعنق الرحم. شو يعني كلمة بوليب؟ هو زائدة لحمية لحسن الحظ، طبعا هي بمعظم الحالات هي زائدة لحمية سليمة يعني مانا خبيثة، فممكن تعمل بعض أعراض هلأ بتمرق معنا. بعدين عندنا موضوع تقرح عنق الرحم يلي كمان بده يورد كتير معنا، يلي هون برجو انه ناخد وقتنا الكافي لنوضحها. اخر شيء سرطان عنق الرحم يلي هو مهم جدا لسبب انه هو من السرطانات النادرة جدا عند الانثى يلي له مرحلة اسمها pre-cancer يعني ما قبل السرطان، وهي ممكن تاخذ وقت لتتحول لسرطان حوالي 12 ل 15 سنه، فعندنا فرص عاليه جدا نكشفه بهالمرحله وناخذ نسبه شفاء تكاد تكون تامه ان شاء الله. طيب حكيم، ما حكينا هيك بشكل عام عن اهم انواع امراض عنق الرحم، اليوم اذا هيك حبينا نحكي عن العمر يلي ممكن المراه تبلش انها تفوت بدوامه الالتهابات والامراض وصولا ل يعني ومرض السرطان. بداية خلينا نحكي عن الأعراض اليوم، كيف المرأة قادرة تميز أنه هي مصاب عندها مشكلة بعنق الرحم وتقدر تميزه عن بقية الأمراض النسائية الثانية؟ تماما، كتير كتير دقيق السؤال. هلا بدنا نحكي نحن عن الأعراض، يعني أهم شيء بتجي بنقول في عنا مفرزات أو ضائعات،
يعني شكواها انه هي عندها مفرزات لون بيضاء او صفراء او مخضره او تكون مختلطه مع دم بيصير لونها قريب للبني. هلا هون هالمواصفات هي مع القصه السريريه، شو هي القصه السريريه؟ الاعراض اللي بتشتكي منها، وخاصه ارجو الانتباه للسيدات، خاصه انه يلي عندها الام شديده اثناء العلاقه بين الزوجين، او وهي نقطه مهمه كثير، عندها نزف ولو بسيط يتلو او اثناء العلاقه بين الزوجين، يجب الانتباه بشده لهذا الموضوع. ما تروح تكتفي بسؤال جارتها او رفيقتها يلي بتقلها خذي تحميله نسائيه، خذي هي الحبه. ايه ممكن تتحسن الاعراض، طبعا بتتحسن الاعراض، ولكن الاليه النخريه يلي عم بتصير بقى بعنق الرحم بتكون هي عم تتفاعل وما عم تنتبه لحالها. هلا هي اهم الاعراض بالاضافه للالم او حسه الثقل الموجود باسفل البطن، وكثير منهم بيشتكوا من الام باسفل الظهر يلي هن بيفكروها الام عصبيه او عظميه، وبتلاقي بيروحوا لعند دكاتره عصبيه وعظميه وهي القصه موجوده كلياتها بعنق الرحم. نعم. فلذلك هون الانتباه جدا ضروري انه راجعي طبيبك. طيب بنشوف من جانب اخر انه اذا في عندها هي اعراض بوليه متكرره، بمعنى انه بصير عندها شويه زحير بولي، سلس بولي، بمعنى انه بتفوت على التواليت لتعمل بيبي ما بتخلص، تطلع بتحس انه بدها ترجع مره ثانيه بنزل نقطه نقطتين، او الالم اثناء التبول، الحرقه البوليه، العكاره لون البول، اي اعراض بوليه هي اوكي تماما اعراض بوليه، بيعالجوا القصه البوليه وبيعملوا فحص بول وزرع، ولكن بترجع بتنكس، بيكون السبب هو التهاب نسائي، وطبعا بسبب الجوار التشريحي بين المجرى النسائي والمجرى البولي بنلاقي الالتهابات شغاله طالعه نازله. هلا هون في غلط بيرتكبوه اكثر السيدات والبنات اللي بيشتكوا من هي القصه، يلي هو طريقه تنظيف المنطقه، من كتر حرصهم، والبنت السوريه او السيده السوريه معروفه بنظافتها واهتمامها بحالها، من كتر حرصهم على النظافه والهفهفه خلينا نسميها، بتلاقي طريقه تنظيف يلي هي من فوق لتحت ومن تحت لفوق، فاذا عندنا التهاب بشيء بالبولي بصير نسائي، وزي نسائي بصير بولي، وفتنا بهالدوامه. لا هي من لهم طريقه تنظيف بنعلمهم عليها بسيطه كثير، هلا يلي هي من الامام للخلف وذاتس ات، ما بدك كل هالقد. هلا الشيء الثاني كمان استخدام اوقات بعض المعقمات بتراكيز عاليه وبكثره، بمعنى خلينا نشبهها علينا وعليكم هلا، يعني هلا انا وياكم كل الموجودين بالاستوديو، قد ايه معدل الوسطي لنغسل ايدينا باليوم؟ بنفس المي على نفس المغسله ونفس الصابون، خلينا نقول حوالي 12 13 14 مره قبل الاكل وبعد الحمام واوا. طيب اذا نفس ايدينا وبنفس المي وبنفس الصابون بس صرنا نغسلها حوالي 20 25 مره، شو بده يصير بايدينا؟ مع انه هي البشره معوده على الدعك ومقاومه واوا واوا. نفس الاليه هون بتصير بهي الحاله، بنقول لهم لا نترجاكم، كثر النظافه بهالمنطقه مثل قلتها، خلينا نكون معتدلين. ونرجع لشيء جدا مهم يلي هو اساس تركيبه الجسم، اساس تركيبه الجسم هي المي والملح، الدمع اساسه مي وملح، الدم اساسه مي وملح، السائل المفصلي مي وملح، السائل بالزجاجه بالعين مي وملح، كمان المنطقه هون والجهاز الهضمي مي وملح، كمان المنطقه هي اساسها مي وملح. فاذا نحن بدنا نلجا لاجراء نظافه يومي، اذا ما في افه التهابيه، ان اجراء نظافه يومي اوكي بنقول بس بنكتفي بالمي والملح. ما في مانع انه قبل الدوره او بعد الدوره زياده نظافه وهيك، انه تعمل وقت دوش مهبلي باحد المعقمات، ولكن مع الانتباه للتراكيز المطلوبه. اذا طيف الاعراض طيف واسع مثل ما حكينا، ولكن اهم اعراضين مشان اكد عليهم هو المفرزات او الضائعات اللي بتطلع منها باختلاف مواصفاتها ورائحتها وقوامها. هي شغلة الطبيب وقتها انه هو يميز منها بانه هي شو نوعها، وممكن اوقات ناخذ عينة منها ونبعثها على المخبر كرمال تنفحص وتنزرع لنعطي الدواء المناسب والمدة المناسبة للعلاج. هي باكد عليها كثير، هي الضائعات، الالم اثناء العلاقة، وظهور نزف اثناء او بعد العلاقه. هي من اهم الاعراض اللي ممكن نشوفها. اكيد كمان دكتور اليوم رح نحكي عن مصطلح اخر يمكن اول مره رح نحكي عنه، وهو قرحه عنق الرحم. نعم. كان اول مره نسمع القرحه، الناس متعوده القرحه المعديه يعني تماماً. او المعويه تماماً. فشو المقصود بهذا المصطلح، وكمان هل اعراضه مختلفه؟ لانه مثل ما انت حكيت الاعراض تتشابه بهي، وممكن ناس
كثير تفكر انه هو المرض التهاب بولي، مجاري بوليه، ما يخطر ببالها انه هذا كله عنق الرحم. نعم. فهل قرحه عنق الرحم شو هي التفاصيل اكثر اذا فينا نعرف؟ اول التعريف العام لكلمه تقرح هو تاكل بالغشاء المخاطي، يعني مثل قرحه عنق الرحم وتاكل الغشاء المخاطي يلي مبطن للمعده. هون نفس الشيء عندنا تاكل بعنق الرحم، هذا هو التقرح الموجود. طيب هلا نحن وين الأهمية القصوى لكلمة تقرح؟ وسلمى كتير نقطة، يعني شكرا لكم أن نضوي عليها. النقطة المهمة سيدتي هي التالي، أنه هذا التقرح هذا يخفي آفة خبيثة ولا لا وراء؟ تمام؟ هلأ هون شغلة الطبيب، بس شغلة المريضة أنه هي تنتبه من أول الأعراض تراجع طبيبها. أوكي؟ طيب هلأ التقرح لنا هو تآكل، لما بصير في تآكل بصير في التهاب جوار عليه، مثل التهاب الغشاء المخاطي للمعدة تماما، بصير في التهاب عليه. طيب بتاخذ أدوية معالجة و و و تتحسن الأعراض، ولكن منقول بيموت خلق فرضا انه عندنا 100 جرثومة، نحن مات منهم 90، صفي اكثر 10 معندين. هدول رح نقول بخنشلو بيقعدوا باحد هيك الاماكن المتقرحة هاي، بيقعدوا فيها بيستنوا فرصة تانية بقى يلي هي مثل ما قلنا انتيبيوتيك، حالة نفسية، اوقات العلاقة الجماع المتكرر، عدوى ما تجيها جديدة للسيدة، بترد بتتفعل بقى بيصير الالتهاب من هالعشرة بالمية المعندة، هالعشرة بالمية بترجع بتحفر أكتر بعنق الرحم، بتعمل تقرح بصير تقرح أكبر. فلذلك هون صار دخلنا بدارة مغلقة لابد من كسرها. فلذلك نحن مثل ما قلنا بمقدمة جواب سؤالك سيدتي، إنه هو هل التقرح يخفي وراء آفة خبيثة؟ فلذلك بنلجأ نحن شيء لإسمه أوقات لطاخة عنق رحم وأوقات لخزعة عنق رحم. وأنا شخصياً كل عملية بجرية على عنق الرحم لكي عنق الرحم، القرحة عنق الرحم كي، سواء بالبارد ولا بالكهرباء، أنا باخذ منها خزعة من عنق الرحم لغرض أنه إذا في عنا شيء بيبين بالخزعة، وقتا بنعمل الإجراء على حسب الدرجة إذا لا سمح الله في شيء تاني. ومثل ما قلنا نحن عنا شيء اسمه بري كانسر بهي الحالة. فلذلك التقرح عنق الرحم هو مفهوم شامل، مفهوم شامل يرتبط بالأعراض اللي عم تشتكي منها السيدة، مدة إزمان الأعراض اللي عندها إياها، ومنظر القرحة. ومنجأ أوقات لتكبير لعنق الرحم، يعني تنظير مكبر لعنق الرحم بآلية بسيطة جدا، لنعرف إنه إذا بدنا ناخد خزعة وين نتوجه للأماكن إلا suspected areas، المناطق المشتبه فيها، لحتى أخذ منها الخزعة إذا كنت شاكك بشيء. فلذلك تقرح عنق الرحم نسمع كتير آراء للأسف من بعض الزملاء كمان هون وبغير بلاد، إنه عنق الرحم لا بينكوى، تركوه بيطيب لحاله. نحن ما مختلفين معكم بيطيب لحاله أو لا، هذا موضوع آخر نبحثه، ولكن إنه إذا شفت تقرح وفي قصة مرضية يجب أن أبحث هل يوجد آفة خبيثة وراء هذا التقرح ولا لا. أرجو الانتباه لهي النقطة لأنه فيها خلط كتير كبير من قبل المريضات ومن قبل بعض الزملاء وزملاء الأطباء هون وبغير بلاد. حكيم عفوا، وقت أي أنثى بتروح على عيادة الدكتور كرمال تعمل تشيك على الوضع الصحي بالنسبة لها، عنق الرحم وأمراضه عن طريق شو ممكن يكشفه الطبيب؟ إيكو؟ نو أبدا، إلا إذا كان في كتلة أو ورم أو خراج موجود بعنق الرحم ممكن يبين على الإيكو. يعني عن طريق الإيكو ما بيبين إذا في أي مشكلة بعنق الرحم؟ لا، الالتهاب إذا أي مشكلة، لا أي مشكلة إذا فيها ورم أو شيء إيه طبعا ممكن يبين شوي بالإيكو. بس بدنا نكمل يلي بدنا نقوله هلا، البداية يعني البداية المرض، البداية هو الفحص النسائي الحقيقي، وليس مثل بعض الممارسات الخاطئة أنه الطبيب أو الطبيبة بيلبسوا كف بيحطوا إيدهم بيشوفوا شو طلع مفرزات وبيكتبوا الدواء. لا، دفنت لي هذا قولا واحدا خاطئ بالمطلق، هي ممارسة طبية خاطئة بالمطلق. وضعية الفحص النسائي ووضعية التوليد اللي بنشوفها أوقات مسلسلات والأفلام عن طريق موسع بسيط سبيكيلوم، بنقول له نحن بنقدر نشوف عنق الرحم، إذا في داعي لتنظير المكبر بناخذ نحن ممكن منها لطاخة، أو إذا مفرزات شديدة بناخذ منها عينة بنبعثها على المخبر وعلى التشريح المرضي. هي الوسيلة الفحص الأساسية والأولى التي يجب القيام بها. طيب حكيم، هاي الخطوة في أيام محددة أو بتكون كتير مناسبة إن المرأة تساوي هذا الفحص؟ يعني إنه بيكون ببعض أيام إنه الرحم أخذ وضعية، في انقباضات، في إفرازات، أو لا خلال أيام الشهر عادي؟ خارج أوقات الدورة الشهرية هي رقم واحد.
ما تكون، خاصة إذا قررنا نعملها شيء اسمه بابسمير. بابسمير يعني هي لطاخة عنق الرحم، هلا بنحكي عن أهميتها. لطاخة عنق الرحم هي لازم يكون قبل بيوم يومين ما في علاقة بين الزوجين. ما أنا عاملة دوش مهبلي بمواد كيماوية مركزة، بدها تكون عاملة دوش مهبلي بده يكون بالمي والملح، وبدها تكون هي ما أنا عاملة تخريش للمنطقة تحت أي سبب من الأسباب. وقتها بنقدر ناخذ نعمل هذا الفحص، وبناخذ وقتها هون اللطاخة منه ونبعتها على الباثولوجيست على التشريح المرضي لحتى يعطينا الرد. هلا بدي اوضح نقطة إذا بتسمحوا لي سيداتي، إنه كثير سيدات بيشوفوا كلمة على التشريح المرضي بيشوفوا كلمة CIM. هلا الحقيقة بس رح نطمنهم نقول لهم أرجوكم، كلمة CIN لما بنشوفها بتقرير اللطاخة يلي هي إجراء روتيني صارت بكل دول العالم، مثل صورة المامو والإيكولثديين يلي كل سنة أو كل سنتين مرة حسب الشريحة العمرية، إنه كلمة CIN إنه هي خلايا غير طبيعية ولكن ليست سرطانية. بنقول لهم اطمنوا، وإذا طلعت CIN1 بنقول لهم أنتوا بالسليم، بنكمل الإجراءات الأخرى. إن شاء الله ما نشوف CIN2 أو CIN3 لأنه فتنا وقتها بشيء شبه المحظور. طيب حكيم، أيمت ممكن تصل قصة للسرطان؟ شو هي الأعراض اللي ممكن يعني تكون إنه خلص اليوم الفحص الطبيب حيأكد وجود مرض خبيث داخل عنق الرحم؟ هلأ أولاً شدة الأعراض وإزمانها بالرغم من كل المعالجات هي موجهة، قد تكون موجهة إنه في شيء خبيث وراء القصة. تمام؟ هي رقم واحد. خاصة الأعراض لما بتصير وقتها ضائعات قيحية، يعني المفرزات قيحية، رائحة كريهة جدا، نزف يعني تقريبا شبه كل مرة بصير في علاقة في نزف، كل مرة بتعمل دوش للمنطقة دوش مهبلي بصير في نزف من وراها، مع آلام مبهمة غير محددة غير واضحة بالمنطقة، مثل ما قلنا قد تكون آلام ظهرية. وهون وقتها بشك الطبيب القصة السريرية، بيتوجه وقتها لموضوع اللطاخة اللي حكينا عنها قبل شوي، أو خزعة موجهة مثل ما قلنا من أماكن المشتبه فيها. هي الخزعة بتفرجينا إذا في شيء كانسر لا سمح الله موجود ولا لا. هي الآلية الحقيقة. نعم الدكتور، كمان نسمح عن مصطلح شائع كمان بهاي الفترة اللي هو سرطان عنق الرحم في إله لقاح، مزبوط هذا الحكي؟ تماماً. هل في شيء اسمه لقاح لهذا النوع من السرطانات؟ وإمتى إذا موجود بيتاخد؟ شو السن ممكن يتاخد فيها؟ لك شغلة سيدتي سلمى ورشا، لك شو الموضوع؟ هو السرطان الوحيد يلي يصيب البشر تقريبا يلي طلع له لقاح. ليه يعني شو هو سرطان عنق الرحم؟ السبب انه اغلب سرطانات عنق الرحم بتجي عن طريق فيروس اسمه ال HPV، الهيومن بابيلوما فيروس HPV. فقدروا يلاقوا له لقاح. هلا الحقيقه قبل الحرب كان متواجد اللقاح عنا بيسر وسهوله، وكان سعره جدا جدا مقبول. كنا نلاقي اوقات بعياداتنا الام والبنات واولاد الخاله كلهم بيجوا بياخذوا، لانه بنبدا فيه من عمر 9 سنين لعمر 54 سنة. هذا طبعا عمر 9 سنين، يعني بس مشان نوضح للمشاهدين للحالات يمكن بالعائلات اللي عندها قصه. لا 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 ولا هو لا لقاح عام. هو فاكسان، هو لقاح مثله مثل اي لقاح. مره واحده حكيم بتاخذ؟ لا هو 3 جرعات. جرعه رقم واحد، جرعه زيرو هلا، وجرعه بعد شهر، وجرعه بعد 6 شهور. لهلا في منهم عم نحصل عليهم وعم نقدر نجيب اللقاح لهم. هلا هو صار ببعض دول العالم لقاح شبه اجباري، بعض دول العالم الاخرى صار لقاح اختياري، وداخل ضمن السياسه التامينيه لبعض الدول الغنيه. حلو. لانه جدا مهم وقايه المراه من السرطان. وقلنا انه هو ثاني سرطان اشيع سرطان تصاب فيه السيده بعد سرطان وبدون اي اعراض لا مزعجه ولا شيء بالمره. وعلى ذكر اللقاح، مشان هلا نحن باعتبار فايتين بلقاح كورونا، صحيح، بتمنى من كل شيء عم يسمعنا يتلقى، بنات وسيدات وحوامل ومرضعات بلا 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 بلا، كلياتهم تاخذوا اللقاح. لسه لهلا ناس مفكره انه بدي اخذ لقاح بده يصير معه عقم. رح اقول لك، شوفي شو بنسمع بعياداتنا. قال دكتور انا جايتني الدوره الشهريه بقدر اخذ اللقاح؟ كورونا؟ الاسئله كورونا. دكتور انا هلا عم بخطط للحمل، بقدر اخذ اللقاح ولا بيأثر؟ اخذ اللقاح ولا بدي استنى 6 شهور؟ وبهالست شهور اللقاح بيحمل لي عقم ولا لا؟ إذا بنت لسه ما أنا متزوجة، بس إنه لساتها هلا سنة أولى تانية جامعة وهي بدها تتزوج بعدين. دكتور بقدر باخذ اللقاح لأنه سمعت إنه بينقص الخصوبة. دكتور إنه في الأسئلة إنه دكتور بيعملنا سن يأس، إنه بتقطعون الدورة بالمرة وهن بعمر 20 سنة.
يعني عم نسمع آراء واستفسارات، فلذلك رح نختصرها بعنوان شيء لا يوصف. فرح نختصرها باختصار، يلي ما نو مرشح أو مقرب هلأ وعنده حرارة عالية كتير، عم نحكي عن البنات أو السيدات، وما عنده مرض يمنع من أنه تأخذ اللقاح، صحيح. مرض تسألنا عنه نحن، كل الحالات حوامل ومرضعات والكل خذوا اللقاح فورا، خذوا اللقاح فورا أحسن ما ناخده إجباري. صحيح. طبعا دكتور يعني كثير مهم لقاح الكورونا، ولكن بدايات اللقاح هي اللي كانت سبب الفجوة، الثقة بين الناس وبين اللقاح. صار في حالات كثير، صار في إشاعات كثير. اليوم كثير مهم موضوع التوعية، انه لا اليوم اللقاح آمن. صرنا نسمع انه شخص مات اخذه سببت له جلطات بعمر الشباب، فالناس بلشت تخاف. هذا الشيء طبيعي، يعني حياة حلوة بالنهاية. هي مسؤوليتنا طبعاً. هي مسؤوليتنا. وفلذلك مجال لقاح سرطان عنق الرحم هذا مسؤوليتنا، نوعي العالم انه موجود اللقاح. لا طبعا في صعوبة كبيرة بتأمينه بسبب الحصار الاقتصادي القذر على سوريا والطب القذر. وبس اذا بنذكر معلومة هيك سياسية بسيطة، انه بقانون عقوبات قيصر اول بند هن اربع بنود، اول بند هو القطاع الصحي. المفروض اللي هو قطاع إنساني بالنهاية، يعني يستثنى من كل القرارات. بس اللقاح ضروري يتاخد، ضروري يتاخد. وحتى يعني واجهنا صعوبة بكورونا خلال هاي السنة والسنة الماضية بسبب الحصار الاقتصادي. أدوية كتير سوريا ما بينخاف تماماً، أدوية كتير كانت مفقودة، والحمد لله هلأ أنه موجود اللقاح. بالنهاية بدنا نتشكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا. هلا سلمى. هلا شكرا يا دكتور، معلومات كثير مهمه، وان شاء الله هيك بوقفات ثانيه حنحكي بمواضيع اكيد بتهم النساء بشكل عام. نورت صباحنا. منوره بوجودكم. شرف لي سيدتكم. اهلا وسهلا.